شركة سلام الخليج للديكور. السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم السيد ضامع عفيف مسير شركة سلام الخليج المختصة في البناء في مختلف مراحله والترميم. تأسست الشركة منذ قرابة عامين، وفي هذه المدة الزمنية القصيرة تمكنا من إنجاز أكثر من 25 سكن بالرغم من كل الضغوطات التي تلقيناها، والحمد لله كل الزبائن راضين عن العمل. كما أن الشركة متخصصة في عدة مجالات منها الصباغة، الكهرباء، البلومبي، البناء، تركيب الأبواب، تركيب النوافذ، وايضا نختص ايضا في تركيب تهيئه الحدائق والمسابح. كما تضم الشركه عده مهندسين مختصين في التصميم والمعاينات الميدانيه. وللمزيد من المعلومات يجب زياره المكتب المتواجد بطريق وهران حي ليشمه.